Oh, blessed God, the Algerian is the Lord of Baltimore. بهذا البيت خلد شاعر النهضة الأيرلندية توماس ديفيس غارة البحارة الجزائريين على مدينة بالتيمور الأيرلندية. في عام 1631 دخل البحارة الجزائريون من ذلك المضيق إلى مدينة بالتيمور وأسروا ما لا يقل عن 100 شخص بحسب الوثائق البريطانية آنذاك، وباعوهم في سوق الرقيق في مدينة الجزائر. قرصاني غنم قرصاني غنم جاب عالجات فواص من حوز مالطا الكل عازبات سلموك يا قوتات. غنم قرصانية وجاء بفتيات الأجانب من بلدات مالطا كلهن عذراوات كياقوتات سليمات. لا ذكر لأيرلندا في الأغاني الشعبية الجزائرية عن القراصنة، فالغارات كانت على مالطا وفرنسا وإسبانيا والبرتغال وإيطاليا وهولندا وإنجلترا وجزر البحر الأبيض المتوسط والمحيط الأطلسي. وما حدث في هذه الشطآن الوادعة لم يتغنى به الشعراء. لثلاثة قرون كاملة لم يستهدف قراصنة المغرب الكبير أو الإمارات البربرية كما كانت تعرف آنذاك أيرلندا والأيرلنديين، وتركوهم في سلام إلا بالتيمور هذه التي لم تكن قرية صغيرة كما هي الآن، بل بلدة مزدهرة ترفل في الثرى. كانت بالتيمور مستعمرة إنجليزية، جميع سكانها من المستوطنين الإنجليز، طردوا أهلها من عشيرة أودريسكل واستولوا على الأرض وبنوا بلدة مزدهرة. في القناة الإنجليزي وخلال غارة على سفن إنجليزية أسر القراصنة الجزائريون بحارا أيرلنديا اسمه جون هاكيت. أقنع هاكيت الجزائريين باستهداف بلدة بالتيمور وحصلت الغارة الشهيرة. 107 رجلا وامرأة سباهم القراصنة، ولم ينفذ بجلده إلا من احتمى بقلعة البلدة. السلطات الإنجليزية أسرت هاكيت وأعدمته أمام القلعة. في مخيلة البعض تحول هاكيت إلى بطل، وفي مخيلة آخرين تحول إلى مجرم. من ظريفة قلع والقوم ناشطة مهما قب الجدار هالقلوع قصات. غارة بالتيمور ترسخت في الوجدان الشعبي الأيرلندي، فرممت قلعة البلدة المعروفة باسم دانشيد ورفع على صاريها شعار القراصنة. حتى حانات البلدة تحيي ذكرى الغارة. تحولت القلعة إلى مزار ومتحف رممت أدق التفاصيل فيها، لا شيء لم تتم إعادته إلى أصله، ليتكشف حجم الثراء الذي حققه المستوطنون الإنجليز خلال استعمارهم للبلدة. والأهم من كل ذلك هو أن القلعة شاهد على صراع حدث بين عدوين أجنبيين هم الإنجليز والجزائريين على أرض أيرلندا. This was an Irish area for many centuries. The Irish clan, the families who were here. لقد كانت هذه المنطقة إيرلندية لقرون طويلة، وكانت تسكنها عشيرة أودريسكل. قبيل هجوم القراصنة الجزائريين استولى ملك إنجلترا على الأرض من العشائر الإيرلندية وجلب مستوطنين إنجليز إلى هنا. قدم المستوطنون لأجل الصيد البحري وكانوا أيضا يمارسون القرصنة وتعاونوا مع قراصنة أجانب. العشائر الإيرلندية لم تكن سعيدة بذلك، ولكن لا يوجد دليل على تعاونها مع القراصنة الجزائريين. But we have no proof that they collaborated with anyone. المحفوظات في المتحف الموجود داخل القلعة مدهشة، لكن في قلب صالة العرض تمثال تخيلي للرجل الذي أرعب إنجلترا وهولندا وأغار عليهما ليلا ونهارا، هو عند الجزائريين مراد ريس الأصغر وعند الأوروبيين الخائن يان يانسن. مراد ريس هو القبطان الذي غير اسمه ودينه وتخلى عن عائلته لينضم إلى البحارة الجزائريين.
بجوار التمثال تعرض خرائط بالهولندية رسمها واستخدمها مراد وغيره من البحارة الهولنديين للإبحار حول الشواطئ الأيرلندية. وهناك نموذج للسيف الذي اشتهر به مراد وارتبط للأبد في الأذهان بالقراصنة. ومسكوكات إسبانية ذهبية وفضية كانت تدفع بها الفداء لمن يأسرهم القراصنة الجزائريون من مالطا جنوبا إلى أيسلندا شمالا، ومن قبرص شرقا إلى جزر أمريكا الجنوبية غربا. لكن أقصى ما هو معروض سلاسل وقيود لبس مثلها الأسرى الأوروبيون من القرن السادس عشر إلى القرن التاسع عشر. القراصنة كانوا يستولون على الممتلكات ويأسرون الناس للمطالبة بفدية لتحريرهم، وهذا مارسه الإنجليز والهولنديين أيضا. لوحات معروضة تحكي كيف تخيل المؤرخون الأوروبيون مصير أسرى بلتيمور في مدينة الجزائر، الأسرى في الأصفاد في شوارع المدينة، أو يصلبون ويعذبون. أما مدينة الجزائر نفسها فتبدو كمدينة أوروبية من ذلك العصر. غارة بلتيمور لا تختلف عن غارات أخرى على مدن أوروبية مطلة على البحر الأبيض المتوسط أو المحيط الأطلسي، لكنها اختلفت بأنها ساهمت في تغيير مستقبل أيرلندا ككل، وكانت بداية نهاية الاستيطان الإنجليزي هناك.